السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ مبروك الله يبشركم بالصحه والسلامه والعافيه. بسم الله على بركه الله. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم اللحم المحمر ديالنا البلدي التقليدي الذي لا يعلى عليه. ان شاء الله بسم الله على بركه الله غنديروا ان شاء الله باللحم الغنمي. بالنسبه لواحد النصيحه البنات، بالنسبه اللي كتكون عندو عراضه ولا مناسبه وبغي يدير هذا اللحم برقوق وكتكون عندو هكا طبله فيها عشرات وزايد، راه اقل حاجه انها خاصها تكون في الطبسيل، خاصها تكون فيه مينيموم جوج كيلو ونص مينيموم، وهي 3 كيلو كتجيك مخويه ما كتحشمكش. يعني 3 كيلو كتحطيها في داك الطبسيل محمره لك وجهك، قل شويه كتكوني محاكه جوج ونص، كتكوني شويه خاصك تكثر البرقوق بزاف وتحزر وتبقى تبزر على داك الطبسيل ان شاء الله باش يجي عاطي معمر العين. وبالنسبه انا غادي ندير هنايا واحد الكسف، عندي كسف هنا غنمي، ها هو مغسول مقطر ناضي. وبغيت لكم واحد الملاحظه، كناخد داك الكسف كنزول له كاع هادشي الزايد وهاد الجلود وهاد الصفاقات، هكايا كتكون فيه واحد الريحه خايبه. وخا تيكون اللحم جديد كتكون خايبه. المهم هادي درتها باش نشاركها معكم، يعني انا ما خديتش اللحم هكاك على مخو وحطيتو، نقيته قدر المستطاع. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا زعفران الحر، زعفران شعرة اللي عندكم، انا عندي هذه درت هذه الكمية، عندكم كثر غديروها، هو لذيذ وكيلذ وزوين. ما كانش غديروا الخرقوم العادي، عادي. هنا عندي معلقة صغيرة ديال المروزية، معلقة سمن صغيرة، هنا عندي نص معلقة ديال الابزار، هذه ابزار عادي كحل عادي. بالنسبة اللي عندها الابزار البيض راه دير قل من نص معلقة، لان الابزار البيض حار تيكون مجهد. هنا عندي معلقة عامرة ديال السكنجبير، معلقة صغيرة عامرة بومبي ديال السكنجبير. عندي هنايا ميم با نص معلقة صغيرة مكاملاش ديال القزبر حبوب، مدرتش نص معلقة وافية، هانتو المعلقة باش عبرتها بهاد الصغيرة هادي ديال القهوة. وعندي هنا معلقة صغيرة ديال الخرقوم عادي، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. وهنا عندي نص كاس مخلط زيت بلدية ورومية، وعندي قرفة عواد. اللي بغى يدير قرفه عواد، اللي مبغاش يدير قرفه عواد، انا ما كنديرش قرفه عواد، كندير غير راس المعلقه ديال، ما كاملاش نص معلقه ديال القرفه، هذه بودره. وبالنسبه للثوم، شو الحبات انا عندي قداش، درت شي 5 الحبات هكايا كبارين، الغنمي كيبغي الثومه. وبالنسبه للبصله كدير واحد جوج بصلات مويان، ولا كان ديك البصله الكبيره، انا درت واحد البصله عليه نقدر الطبيصل في الكبر هكايا مشلضه رقيقه. بسم الله على بركة الله. ما نساوش كنقبط واحد القبطة ديال القزبر المعدنوس، وبالنسبة لنا تنقبطها غير بهاد الخيط ديال الدوم ديالها، حيت تنشوف شي وحدين تيزولو هاد الخيط ديال الدوم وكيديرو طر ديال الميكا. كنتعجب اصلا هاد الخيط هو صحي واصلا تتباع بيه، علاش غنزولو انا ونمشي ندير طر ديال البلاستيك ما تدخليش للراس. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للحم ديالنا، ها هو مقطر ناضي، كسف على مخو، وتتبقى على حساب داكشي غديريه في دارك، غديريه على حساب عدد الاشخاص اللي عندك وليداتك، ولا اما الا كان عندك ضيافه هكايا بزاف راه قلت لكم كديري واحد من جوج ونص لثلاثه، وهي ثلاثه كتبقى مخيره وكتكوني مرتاحه ما تتحشميش. اول حاجه بسم الله على بركه الله كناخذوا العطريه ديالنا كلها، ملح، خرقوم، سكنجبير، البصل، درت المروزيه. انا غادي ندير، بغيتو ديروا هادو راه غادي ديروهم اللي غادي تنصبوا عويدات القرفه. انا كندير راس معلقه ديال القرفه اللي بغيتو، كندير الثومه ديالي، السمن، كنزيد واحد شويه الماء، واحد الكاس ديال الماء، كنحل هاد العطريه هادي في واحد الكاس ديال الماء حيت يدي كانت فيها السمينه. بالنسبه للزيت ما تنديروش دابا، تتغلى ليا الطنجره ان شاء الله. نزول لكم هاد البلاصه صافي دابا ما تكونش فيه.
بسم الله على بركه الله. كنجيبوا الطنجره ديالنا، وهي كما هو معروف راه ديما الا رقدنا اللحم كي هكايا في هذه المريقه وهذا تتكون احسن. بسم الله. وواحد الملاحظه، هو اللحم كيبغي يبقى ديال المناسبات تبغيو نقطعوه، ما نقطعوش طرف صغير بحال هكا مصوبه لوليداتنا ولا لا. بالنسبه ديال المناسبات كيبغي يكون، كيبغي اللحم يكون طرف كبار. كتشوفوا في الفرح هكا والمناسبات تتكون كل طرف قداش. نشلل هاد الطير هاد الماء، كتشوفو صافي شللتو يدين راه نقيين. اصلا كنا كنطيبو ديورنا هكا صافي. كنجي هاد المريقة هادي كنديرها في الجنب ولا كنديرها في الوسط، مديرهاش فوق اللحم. بسم الله، درتها في الجنب. هاهو اللحم ديالنا، هو قد ما الوانا نديرو في كوكوط، نديرو في كوكوط وقد ما كانت الطنجرة ديالو كبيرة وهكا كيبغي يخير. صافي دابا غادي نديرو فوق، غنديرو فوق العافية. بسم الله، غندلو البصيلة ديالو وغنديرو فوق، نحط هاد الربيع ديالي هنايا، صبرو مع هاد النص مربطين، وغادي نغطيه ونديرو فوق البوطيغلة. اون فوا تيغلي لي اللحم كنقلبو ونشقلبو غادي ندير عاد غندير الزيت ان شاء الله. صافي زعفران ديالي درتو هنا سخن في الطنجرة، صافي غادي نحكو. بسم الله، الطنجرة جات. المهم الانفو كتدخلو العافية كيتكمش، علاش قلت لكم خصكم مينيموم 3 كيلو، الغني غير كيوصل العافية كيبدا يتكمش. صافي كنت هادي هادي بلاصة، كنت نقلب اللحيمة ديالي كلهم. الطنجرة ديالي راه غلات. بسم الله، دابا كندير الزويته البلدية ديالي، مخلطة بلدية ورومية، وغادي نروي، غنروي نغطي اللحم وغندير العافية متوسطة ونخليه يطيب على خاطر. كان عندي الوقت ندير عافية مهيلة ونخليه يطيب بحال كيطيب على المجمر. غادي نروي المجمر، كنروي بميها سخونة، كندير في الجنب، كندير الما ديالي هاكا بسم الله في الجنب. وبالنسبة لي مبغاش يدير القرفة بودر كيجي هنا كيدير في جنيوات كيدير القرفة، أنا ديجا درت قرفة بودرة ما عندي لاش ندير هادو. صافي تنغطيو عليه وتنخليو تا يطيب على خاطر خاطر، مرة مرة تنقلبوه وإن شاء الله نتلاقاو ونوريكم النتيجة النهائية. صافي الناس من بعد ما درنا اللحم ديالنا كيطيب راه قريب يطيب. بسم الله على بركة الله، كنجيو بالنسبة باش غادي البرقوق، باش غادي نزينو هذا الطبق ديالنا كنديرو سوا البرقوق المشمش اللي بغينا. بالنسبه للبرقوق كتاخدو على قياس طبق واحد هكايا، نص رابعه طبق واحد راه مخيره من داكشي الرفيع. اش كندير فيها انا؟ كندير فيها واحد معلقه زبده كبيره. بسم الله، كديرو الزبده اللي عندكم اللي كاينه ماشي مشكله، مع الصهد الدابس كندير واحد معلقه زبده، كندير معلقه د القرفه، واحد البنات واحد الطريقه ديال الملح، واخا هو انه غيكون حلو طريقه ديال الملح، كدير واحد الفرق عجيب سبحان الله العظيم، كتحيد بحال ديك البسوله ولا صافي. وكندير شويه ديال الماء الزهر اللي عندكم، واحد عندكم ميزان كنخوي واحد شويه صافي، وكنشعل عليه وكنرويه. بسم الله، كندير واحد ربعه المعالق ديال العسل، أربعة المعالق سنيدة حسب بالي العسل، اللي بغى يعوض سنيدة بالعسل يعوضها ماشي مشكل. صافي كنديرو فوق العافية تكيطيب وكيتعسل ليا، نفس الطريقة كنديروها للمشماش، غير هو أن المشماش مكنديرولوش قرفة حيت كحلو. صافي هذا هو الفرق. صافي ولا بغيتو تزينو عاوتاني بالأناناس، ولا بغيتو ديرو تا باللوز هكا مسلوق ومفرك ومقلي تا هو كنزينو بيه، كيبقى لكم حرية الإختيار. صافي غنديرو فوق النار إن شاء الله نتلاقاو باش نوريكم الطبق النهائي. بنات بالنسبه للحم، ها هو ديالي اللحم ديالي طاب، باقا شويه المريقه هكايا. دابا شنو غندير؟ غادي نعري عليه، غنزول الغطا ونعري عليه ونخليه دابا راه ولا زبده تملخ زعما من داكش الرفيع طايب مزيان. غنزول الغلاقه وغنخليه هكايا، ملي كنزول الغلاقه وكنخليه يوقف مرقته
هكا كيتحمر بلا فران بلا حتى شي حاجه كيولي لونه مجمر وزوين. هذا استيس نديرو ديما. وبالنسبه حسن ما تدخلي الفران تيقصاح تحمري الفران كنخليه هكا تيوقف مرقته هو تيوقف مرقته هو تيتحمر وتيتجمر تيولي اللون ديالو غزال. صافي انا غادي نعاود نشعل عليه ونخليه هكا كي قلت لكم تيتحمر وقف مرقته ونتلاقاو ان شاء الله وريكم النتيجه النهائيه. هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما كيطيب اللحم كيوريتكم قبيله وكتبقى في يد المرقه كنزولوا الغطاء وكنخليوه حتى كيتجمر وتيوقف في مرقته. وبهذه الطريقه اللحم كيتحمر من فوق نحيدوا الغطاء اللحم كيتحمر بوحديته وكيبقى لنا تزيين باش ما بغينا بغينا ندير البرقوق بغينا نديروا الشماش بغينا نديروا اناناس اللي بغينا وتزيين على حسب الاختيار. وكنتمنى البنات يعجبكم هذا الطبق هذا طبق المناسبات وطبق تقليدي اصيلي وطيبته لكم بالطريقه التقليديه المغربيه الاصيليه. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ودعموني في القناه ديالي بلايك والاشتراك وما تبخلوش عليا بالدعم والتشجيع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.